السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف ازاي نرسم مع بعض حاجة سريعة كده. عليكم مثلا هقول له عايز ارسم شيب، ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت، وهقول له انا عايزه فاضي من جوه بالشكل دوت. هقول له مثلا عايز ارسم برضو نفس المستطيل اهوت، وواحد تاني اهوت، والاتنين دول انا عايزهم مفرغين برضو، وممكن تعلم على دول كده تخليه بالشكل دوت. طيب ممكن مثلا عايز ارسم مثلا باب هنا، اقول له انا عايز ارسم باب بالشكل دوت، وممكن نقول له عايزين شباك مثلا هنا. الشباك دوت ممكن نعمل منه نسخة تانية، حاجة مثلا بالشكل دوت. طيب ممكن مثلا نرسم سقف مثلا، ممكن أقول له أنا عايز أرسم صورة مثلا مثلث بالشكل دوت. ممكن مثلا اقول له انا عايز ارسم مثلا زي ما انت شايف فيها دوت، تساعدك ان انت ترسم اي حاجة انت عايزها. ممكن اقول له مستطيل من هنا لهنا كده مثلا، وبعد كده هقول له edit shape، واخد النقطة دي كده هنا والنقطة دي بالشكل دوت اهو. وممكن بعد كده اخد الشكل دوت اعمل له mirror الناحية التانية، ادوس عليه مرتين واقول له انا عايز اعمل له mirror بالشكل دوت، وابدأ اسحبه. ممكن اعلم على الاثنين دول واقول له انا عايز لا اديهم شكل اخر مثلا تكتشر معينة زي ما انت حابب بقى، او ناوي تعمل السقف بتاعك عليكم مثلا دوت. وكذلك برضو السقف دوت ممكن برضو نديله خامة تانية. الباب برضو ممكن نديله ممكن نديله مثلا دوت حاجة خشب كده. طيب نعتقد مثلا ممكن نحط سور، فأقول له أنا عايز أحط سور بالشكل دوت مثلا، ونديله الخامة اللي احنا عايزينها. والصور دوت اعمل منه كوبي تانية واحطها بالشكل دوت. ده بس بيوريك ان انت تقدر تستخدم الوورد في ان انت ترسم مخططات سريعة اللي انت عايزها.